السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي ودرس جديد من دروس مادة الكيمياء. طبعا في الدرس الماضي توقفنا عند دراسة العلاقة بين عدد الجسيمات في مادة ما وبين عدد المولات، وعلمنا أن عدد الجسيمات تساوي حاصل ضرب عدد المولات في عدد أفوجادو. في درس اليوم بإذن الله تعالى سوف ندرس العلاقة بين الكتلة الجرامية أو الكتلة بالجرامات والمول، الكتلة والمول. بسم الله نبدأ درس اليوم. إذا طلبت منك عزيزي الطالب أن تقارن بين كتلة 10 حبات من الحديد و10 حبات من الخشب، لهم نفس الحجم تقريبا، سنتوقع جميعا أن كتلة 10 حبات من الحديد أكبر من كتلة حبات الخشب. كذلك الأمر إذا كان لدينا مول واحد من الحديد ومول آخر من الفلين وقارنا بين كتلة كل منهما، سنجد أيضا أن كتلة مول من الحديد ستكون أكبر من كتلة مول من الخشب. طيب كيف نحصل على كتلة العناصر، أو كيف يمكننا معرفة كتلة العناصر؟ يمكننا معرفة كتلة مول واحد من أي عنصر من العناصر من خلال الجدول الدوري. فعلى سبيل المثال من الجدول الدوري يمكننا معرفة أن كتلة الحديد اللي هو رمز Fe، كتلة مول واحد من الحديد هي 55.9 جرام، بينما كتلة مول واحد من الكبريت هي 32.1 جرام. لذلك نقول أن كتلة مول من الحديد أكبر من كتلة مول من عنصر الكبريت. إذن كما ذكرت لك يمكننا التعرف على الكتلة المولية. ما معنى الكتلة المولية؟ أي كتلة مول واحد من المادة بالجرامات. يمكننا معرفة الكتلة المولية للعناصر باستخدام الجدول الدوري. كما يتضح لك على سبيل المثال، فلنأخذ مثلا عنصر الكبريت اللي هو رمزه S. عندما تنظر إلى الجدول الدوري لعنصر أو لمفتاح عنصر الكبريت ستجد أن يوجد أعلاه رقم وهو العدد الذري كما شرحنا سابقا، ويوجد أسفله رقم آخر وهو الكتلة الذرية، وهي تعادل تقريبا الكتلة المولية أي كتلة مول واحد من هذا العنصر. فعلى سبيل المثال نقول أن الكتلة المولية لعنصر الكبريت هي 32.07 جرام، بينما يكون كتلة مول واحد من الكربون هي 12.01 جرام، وكذلك كتلة مول واحد من الفضة هي 107.9 جرام. إذن كما ذكرنا أنه يمكننا معرفة كتلة المول من أي عنصر من خلال الجدول الدوري. انظر معي إلى هذا النشاط. في هذا النشاط المطلوب هو كما مكتوب أمامك كم عدد الذرات داخل كل كيس وكم مقدار الكتلة. كما ذكرت لك طبعا هو هنا موضح لي أن الكيس الأول اللي هو هذا فيه 1 مول من الحديد، والكيس الآخر فيه 1 مول من المغنيسيوم. إذا أردنا معرفة عدد الذرات فكما تعلمنا سابقا في الدرس الماضي أن عدد الذرات في المول الواحد من العنصر يساوي عدد أفوجادرو. إذن عدد الذرات في مول الحديد هو 6.02 ضرب 10 أس
23. وكذلك عدد ذرات مول المغنيسيوم هيكون نفس الرقم 6.02 × 10³³. إذن عدد الذرات في كل من العنصرين الحديد والمغنيسيوم متساوي، أما الكتلة سنجد أنها مختلفة. سنجد أن كتلة مول واحد من الحديد، طبعا قلنا نعرف الكتلة من الجدول الدوري، هي 55.48 جرام لكل مول، أما كتلة مول واحد من المغنيسيوم هي 24.3 جرام لكل مول. إذن مما سبق يمكننا تعريف الكتلة المولية للعنصر بأن الكتلة المولية هي إيه؟ هي الكتلة بالجرامات لمول واحد من أي مادة نقية، ووحدتها جرام لكل مول. إذن وحدة قياس الكتلة المولية هي الجرام لكل مول. طيب كيف يمكننا الاستفادة من معرفة الكتلة المولية؟ يمكن استخدام الكتلة المولية كمعامل تحويل أو للتحويل من الجرامات إلى المولات أو العكس. ممكن أستخدم الكتلة المولية للتحويل من الكتلة بالجرام إلى المولات، أو من تحويل عدد المولات إلى الكتلة الجرامية كما سنفهم الآن. العلاقة بين الكتلة بالجرام والكتلة المولية موضحة أمامك عزيز الطالب في هذا القانون والمثلث، حيث يتضح لك من القانون أن عدد المولات تساوي الكتلة بالجرام تقسيم الكتلة المولية. ويمكن توضيح هذا القانون بالمثلث الموضح أمامك باللون الأصفر، حيث يكتب في رأس المثلث الكتلة بالجرام، بينما يكتب في قاعدة المثلث عدد المولات والكتلة المولية. وكما تعلمنا في القوانين السابقة أنه فرضا إذا كان المطلوب في السؤال هو حساب الكتلة بالجرام، نشطب عليها ونقول إذن الكتلة بالجرام تساوي حاصل ضرب عدد المولات في الكتلة المولية، لأنهم الاثنين جنب بعض في قاعدة المثلث. وبالتالي لو أنا عايز أحسب الكتلة بالجرام يبقى بنضرب عدد المولات في الكتلة المولية. أما إذا كان المطلوب وليكن هو عدد المولات زي ما اتعلمنا قبل كده، لو المطلوب عدد المولات يبقى هو ده المطلوب. ففي الحالة دي بنعمل إيه؟ بنقول أن عدد المولات تساوي الكتلة بالجرام قسمة الكتلة المولية، لأنه في الحالة دي يبقى عندي بسط ومقام كما شرحنا في الدرس السابق. خلينا نشوف مثال على القانون هذا. السؤال بيقول احسب الكتلة بالايه؟ الكتلة بالجرامات. احسب الكتلة بالجرامات، يبقى اذا المطلوب هو حساب الكتلة بالجرامات ل 3.57 مول من الالومنيوم. طبعا هنستخدم زي ما تعلمنا في هذا السؤال، هنستخدم المثلث اللي احنا شرحناه. قلنا المطلوب هنا مين؟ الكتلة بالايه؟ الكتلة بالجرامات هي اللي كانت مطلوبة. الكتلة بالجرامات مطلوبة، وبالتالي طالما الكتلة بالجرامات مطلوبة يبقى انا هعمل ايه؟ هضرب عدد المولات اللي عندي في الكتلة المولية. وقلنا الكتلة المولية نعرفها منين؟ من الجدول الايه؟ من الجدول الدوري، وهو المفروض بيعطيك اياها في السؤال. تمام؟ يبقى انا لو عايز الكتلة بالجرامات هنحل كده يا شباب، هقول ايه؟ الكتلة بالجرامات زي ما واضح قدامك تساوي عدد المولات ضرب الكتلة المولية. عدد المولات هو قال لي عليها في السؤال اللي هي 3.57 اهي، عشان كده قلنا 3.57 ضرب الكتلة المولية. طبعا قلنا دي نعرفها من الجدول الدوري، او هو بيعطيني اياها في السؤال، اللي هي الكتلة المولية للألمونيوم من الجدول الدوري سنجد انها 26.98، واضربها بالحسبة يطلع لي الناتج الموضح امامك. واضح يا شباب؟ طيب
شوف مثال آخر بيقول لي كم كتلة 3 مول؟ كم كتلة 3 مول؟ إذا عدد المولات اللي عندي كام؟ عدد المولات اللي عندي 3، يبقى دي عدد المولات أهي اللي هي هنا من الكبريت S، علما بأن الكتلة المولية للكبريت اللي هي إيه؟ اللي هي الكتلة بالجرامات للكبريت، اللي الكتلة المولية للكبريت 32 جرام لكل مول اللي هي دي. من المطلوب الكتلة بالجرام، طبعا هنا المطلوب الكتلة بالجرام، يبقى إذا الكتلة بالجرام تساوي إيه؟ حاصل ضرب عدد المولات في الكتلة المولية. هنقول أن الكتلة بالجرام تساوي عدد المولات في الكتلة المولية، وطبعا زي ما وضحنا أنه عدد المولات 3 والكتلة المولية اللي هي 32، عشان كده هنضرب 3 في 32 ونحسب الناتج بالحسبة، هيطلع 96 جرام. هذا مثال آخر بيقول كم عدد المولات؟ هنا من المجهول يا شباب؟ من المجهول هنا؟ عدد الايه؟ عدد المولات، لانه بيقول كم عدد المولات، يبقى اذا عدد المولات مجهول، ل 40 جرام من الصوديوم وعطاني الكتلة بالجرام، يبقى اذا انا عندي الكتلة بالجرام، وطبعا الكتلة المولية للصوديوم اللي هي 23 موجودة، والمطلوب عدد المولات، يبقى ده المطلوب زي ما قلنا، طالما عدد المولات هو اللي مطلوب، هقسم الكتلة بالجرام تقسيم الكتلة المولية كما يتضح امامك. المطلوب عدد المولات يساوي الكتلة بالجرام تقسيم الكتلة المولية، أي نقسم 40 تقسيم 23 ونحسب بالحاسبة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درس اليوم، مع خالص تمنياتي بالأمنيات، مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.